ونبقى في الخرطوم وينضم إلينا منها الكاتب والمحلل السياسي عطاف محمد مختار. سيد عطاف، ما الفارق بين اللجنة التي سلمت نتائج التحقيق في فضل الاعتصام واللجنة التي تطالب قوى الحرية والتغيير بالتحقيق في هذا الحادث؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. نتائج لجنة التحقيق التي تم تسليم فحواها اليوم إلى النائب العام هي تم تشكيلها من المجلس العسكري وبتوجيه منه. أما اللجنة التي نص عليها المسودة السياسية التي وقع عليها إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري هي ستشكل بعد تشكيل الحكومة القادمة. وقال المجلس العسكري إن رأت اللجنة الجديدة أن تستعين بهذه التحقيقات فلا بأس بها، وإن رأت أن تبدأ من الأول في إعادة التحقيق فهذا أيضا يرجع لها. وأيضا إذا رأت الاستعانة بخبراء من الاتحاد الأفريقي كمراقبين أو كدافعين لتحقيق العدالة فأيضا هذا أمر إذن ما مطلوب. وجه اعتراض قوى الحرية هذه اللجنة وهذه التحقيقات؟ اعتراضها طبعا هو مشروع، يعني حتى لا يتم اعتماد هذه تكون حتى لا تكون هذه التحقيقات هي تحقيقات نهائية، لأنها وقعت على وثيقة وأجيزت من الطرفين وعليها شهود من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، وهي خارطة سياسية لما سيحدث في القادم. يعني وإذا رفض المجلس العسكري هذا الأمر فمن بعد أنه تأسيس لهذه المنصة لن يكون له داعي، لكن أرى أن الأمر لن يكون مشكلة في المستقبل. يعني هذه اللجنة شكلت قبل هذا الاتفاق ومن الطبيعي وضروري بمكان أن تخرج بنتائجها للعام. لكن هل هناك اعتراض أستاذ عطاف على أي من نتائج التحقيق، كون هذه النتائج مثلا انتصرت لأطراف عسكرية أو سياسية ما على حساب أطراف أخرى؟ طبعا التقارير لم تخرج إلى العالم كلها. النائب العام قال إنه سيدرس هذا التقرير وسيطلع عليه ومن ثم سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله أو حياله، لكن الشيء المؤكد أن بمجرد تشكيل الحكومة القادمة ومن قبل رئيس المجلس الوزراء الجديد المعين وأعضاء حكومته سيكون هذا الملف الأول على طاولته، لأنه الشارع يطالب بالقصاص من شهداء مجزرة 29 رمضان وأيضا من شهداء مجزرة 8 رمضان مات فيها مئات الضحايا والشهداء الأبرياء في هذه الثورة السودانية، ومن الطبيعي أن لا يترك يعني حقوقهم تروح في هذا. فهذه هم أرواح الشهداء وهم رمز الثورة السودانية، ولا أعتقد أن الشعب ذاته سيكون يعني راضيا إن لم تتخذ الحكومة القادمة خطوات جادة حول الوصول للجنة وتقديمهم للمحاكمة. أيضا معلوماتنا تقول في أن أثناء الاجتماعات السابقة عندما طالبت قوى الحرية والتغيير بهذا الأمر أن نائب رئيس المجلس العسكري هو ذات نفسه قال أنه بنفسه سيسلم الجنة لأنه يعتبر أن هذا قدر قد تم له ولقواته. طيب سيد، وأيضا قال أن جزء من قواته ضالع وجزء من قوات الأمنية ضالعة في الأمر لكن سيقدمه لمحاكمة. طيب سيد عطاف، أنت أشرت إلى أنه هذه يعني ما حدث لن يؤثر أو لن يكون أو لن يكون مشكلة في المستقبل. يفهم من هذا أنه لن يؤثر على المسار السياسي المتعثر أصلا بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري؟ والمسار السياسي الآن وصلت فيه لتفاهمات، التعثر الآن حول أن قوى إعلان الحرية والتغيير تدخل المفاوضات القادمة حول الوثيقة الدستورية بإجماع حول مكوناتها العامة، لأنه الآن أيضا هناك وثيقة أعلن عنها في الاتفاقات الجارية في اجتماعات أديس أبابا فيها ثلاثة محاور حول السلام وهيكلة السلام وعودة النازحين والقضايا الأساسية التي تطالب بها الجبهة الثورية بشقيها 2-1. هي تقول أن هذا الأمر يجب أن يلحق في مسودة تضمن في الإعلان الدستوري القائم. الآن ليس الخلاف حول ما بين المجلس العسكري أو الحرية والتغيير، هم نعم. مشوا خطوة إلى الأمام عبر الإعلان الوثيقة السياسية وتم التوقيع عليها. الآن في انتظار الجولات القادمة
التي غالبا ما تكون الخميس القادم او الجمعه لحين الانتهاء من مباحثات اديس ابابا لدمج الوثيقه الوسيطه الرسميه. شكرا لك عطاف محمد مختار الكاتب والمحلل السياسي من الخرطوم.